قعدت تقول لنا هنقلب الدنيا وهنعمل ونسوي، اديهم في الاخر هربوه واحنا كلنا واقفين نتفرج. البلد دي مفيش منها رجل، لازم تعرف كده كويس. هرب ازاي؟ سليم الانصاري بقى حته مجرم هربان، لا بيعيش ولا بينش. انت مش شايفه الدنيا كلها واقفه قدامه؟ سليم خسر اي حد ممكن يقف جنبه. هروب الظابط ده مصلحه ليك انت. ابراهيم شال الشيله وخلاص، يتسجن يهرب، الحكومه تدور عليه، ملناش فيه. بس ايه حكايه الجدع اللي هرب بيه ده؟ الناس فاكرين ان احنا اللي هربناه، الوزاره كلها محطوطه في موقف حرج. يا صلاح نعمل ايه؟ انت شايل هم ليه يا حاج؟ القضيه ولبسناها له خلاص. سليم الانصاري انا هجيبه حتى لو كان في بطن امه. بص من الاخر كده كل الشباب اللي معايا خلعوا، محدش فيهم هيكمل في القصه دي. وعشان كده ربنا هيقدرني عشان اجيب حق زياد. انا عملت اللي عليا، ولا انت عايز تاكل عليا عرق ابو تامر؟ مش عارف وقفتنا مع لطفي ده هتودينا لحد فين. اما بعد ما وصلك راحوا فين؟ لو ساعدتوه على انه يهرب هتبقوا بتضروه مش بتفيدوه. انتوا اللي اضطرتوه يعمل كده. لو حاول يتصل بيكوا يا ريت تبلغوه ان اللي بيعمله ده مش هيفيده. على مهلك، تعالي في الباب بسرعه. شوية تحاكي يا فندم دلوقتي. أهم حاجة حضرتك يعني تشوف لنا دكتور بسرعة عشان الجرح اللي عمال ينزف ده. لا دكتور إيه؟ ما ينفعش. ما ينفعش إبراهيم دكتور يجي هنا ويشوفنا، ما ينفعش. يعني إيه ما ينفعش؟ أمال هنسيبك بالحالة اللي أنت فيها دي؟ أنت مش شايف منظرك عامل إزاي؟ معلش. هاتي حاجة نربط بيها الجرح ودلوقتي نازل فيه وقفي. نربط إيه بس يا عم؟ ما إحنا رابطينه من الصبح وعمال ينزف برضه. ما ينفعش يا إبراهيم. مش بعد كل اللي عملته ده جت مسك هنا. ما تتمسك أحسن ما تموت. هنسيبك وأنت بالمنظر اللي أنت فيه ده. انا بقول لحضرتك حاجه، في هنا اجزخان قريبه مننا. ايوه ليه؟ طب لو سمحت هاتي ورقه وقلم بسرعه عشان اكتب لك شويه حاجات تكتبها لي. كلام البنت بيقول ان سليم وابراهيم خرجوا من المقابر، عشان كده عايزكوا في أسرع وقت تشددوا المراقبة على بيت سليم وبيت إبراهيم وتعمل لي نشرة بمواصفات الموتوسيكل اللي البنت قالتها. حاضر يا فندم. والعيال اللي حاولوا يغتصبوها يكونوا عندي بكرة الصبح بكتير قوي. ولا يا فندم بصراحة الموضوع محيرني شوية. إيه اللي محيرني؟ يعني كلام البنت على سليم والموقف الرجولة اللي وقف معاها، مش عارف. هو موقف رجولي صحيح يتحسب له، لكن لا تزر وزيرة وزر أخرى. سليم متهم بتعذيب شاب أدى إلى موته، يعني مجرم وهربان والعدالة عاوزاه. سليم لازم يتجاب. يتجاب يا فندم. شدك. لف هنا. يا بني آدم بتعمل إيه؟ لف الإبرة لبرة كده. ماشي يا عم السوابق. أنا عليك إن أنت خبرة. عرفت البنت الحلوه دي ازاي؟ سبحان الله يا اخي، الحرامي رزقه واسع حتى في الحريق. شبت. ايه ده؟ كل حاجه هنا، اتاكد بس ان مفيش حاجه ناقصه. طمني عليك يا سليم. كله تمام بس في حاجه ناقصه. وما قلتش ليه من الاول؟ كنت جبتها لك. طب قول بسرعه وانا هروح. بس دي حاجه ما ينفعش تجيبها من الاجزخانه، حاجه لازم يعني مع البنج الموضوع عشان يقدر يستحمل. حاجه ايه؟ سنه افيون. نعم. يعني ازازه خمره، حبايه ترامادول. يا عم انت جنسك ايه بالظبط؟ هتجيب الحاجات دي منين؟ انت ما بتفهمش. ما هو مش هينفع كده، البنج الموضوع لوحده مش هخليك تستحمل حاجه. مش فتحه صدر ايه ولا فتوانه يا عم السوابق. سوابق ايه؟ ده ظابط في العمليات الخاصه. ظابط في العلاقات الخاصة؟ ازاي يعني؟ ظابط يعني ظابط دبابير؟ يا عم اخلص يلا. حاضر يا باشا. هو انت دكتور؟ يعني ايه هو اللي يعني؟ دكتور ولا مش دكتور؟ يعني كنت هبقى دكتور بس الظروف يعني. يا عم خلصني. حاضر يا باشا. يلا فريد هاتي لي في كنت بس مالكيش دعوة. يلا يلا يا ابني انا استحمل. يلا هات لنا معاك اباجوره زي بتاع قطف العبليات كده عشان انور الجرح. بص انت كمان انت تعمل لي قلبه مفتوح. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يلا يا عم هفك البتاع ده واغسل ايدي اطهرها واجيبك. خد نفس جامد وارتب.
يا رب بحق هذا الفجر تسترها مع سليم ابني يا رب وتكفي شر نفسه وشر المتربصين بي يا رب. انت عارف انا اتقيتك قد ايه في تربيته والنبي يا رب وحياة حبيبك النبي ما تسويني فيه يا رب يا رب طلعه من محنته دي احنا ملناش غيرك يا رب. تفتكر هيبقى كويس؟ ان شاء الله يا فندم ان شاء الله اطمني بس ده شكله تعبان قوي. هو امر طبيعي صحتك يعني اصل هو الجرح نزف والنزيف ده بيعمل هبوط ده غير ان هو ما دقش حاجة من ساعة ما هربنا. هو انت ازاي مش دكتور وشاطر قوي كده؟ يا فندم يعني الظروف كنت عايز اخش كلية الطب بس الحمد لله يا فندم انا بشتغل تمرجي في مستشفى بقالي 25 سنة. تمرجي وشاطر كده؟ والله برافو بجد متشكرة قوي على اللي انت عملته مع سليم هيفضل جميل في رقبتنا لحد يوم الدين. جميل ايه بس يا فندم؟ هي الاصول فيها جميل سليم بقى يعني خير وسابق هربنا وحماني وتعور مكاني ربنا بس يقومه بالسلامة. اللي هو صحي ظابط؟ ايوه ظابط شرطة؟ ايوه ظابط شرطة. امال ايه اللي خلاهم يعملوا فيه كده ويلبسوا كلبش؟ دي حكاية طويلة قوي بس انت ايه اللي وداك النيابة اصلا؟ والله يا فندم برضه حكاية طويلة واضح ان سعادتك يعني بتعزيه طمني ان شاء الله هيبقى كويس. انا ما عنديش اغلى منه في الدنيا دي. طيب اعتبر بقى ان البيت بيتك لو عايز تشرب اي حاجه يعني وكده عن اذنك. اشرب ايه؟ احنا هنموت من الجوع. عمرك ما تتغيري لسانك عامل زي المبرد ما بيرحمش. محدش فينا بيتغير يا سليم ولو كان في حد بيتغير كنت اتغيرت انت. والله اللي المفروض يتغير هو اللي عنده مشكله. ليه تكونش فاكر نفسك ملاك بجناحين ما بتغلطش؟ لا بغلط بس على الاقل بني ادم طبيعي. عرفت ليه احنا سيبنا بعض؟ لا بصراحه ما اعرفش ويا ريت حضرتك تفهمني. عشان العين دول مقاوحه على الفاضي للنهار. ولا مش عشان انت عايزني عسكري من العساكر بتوعك روحي هنا وتعالي هنا. انت يا بنتي ما تعلمتيش حاجة خالص من اللي حصلت؟ كنت مستناك انت اللي تتعلم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. معلش اسفه صحيتك. ده ولا يهمك يا فندم. هو سليم هيفضل نايم كده؟ لا ما تخافيش هو زي الفل الحمد لله. انا اطمنت عليه وقست له الضغط والنبض والحمد لله النزيف وقف وبقى زي الفل. طب هو ما بيفوقش ليه؟ انا خايفه يكون في حاجه. لا ما تخافيش. يكون جرى لي ايه يا فريده؟ لسه ما قلتش ما تخافيش. على مهلك على مهلك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة يا وحش. لا مؤاخذة يعني الحمد لله على السلامة يا سليم باشا. الله يسلمك يا إبراهيم. معلش تعبتك معايا. مع إني كنت بتشاهد أنا بسلمك دراعي. قلت خلاص شكرا على كده خلصت. إيه الكلام السخيف بتاعك ده؟ بعد الشر عليك. يا باشا أنا ما عملتش حاجة ده سعادتك اللي سبقت بالخير يعني وتعورت بسببي وحشت عني. مؤاخذة يعني دي عشر الكلبش ومش أي كلبش ده كلبش مع ظابط. مش تقول يا باشا. أديك عرفت يا أخويا. هتعمل إيه يعني؟ زمانك ميت من الجوع. هقوم أعمل لك حاجة تاكلها.
انا اسف يا سياده اللواء ان انا ولعت سجاره في وجودك. انا ما انكرش يا سياده اللواء ان انا تهزيت شويه من جوايا بعد ما عرفت اللي عمله مع البنت، اللي ادهشني اكتر ان انا سمعت البنت وهي بتدعي له. مع ان واحد في ظروفه دي المفروض يبعد عن المشاكل بقدر المستطاع، بس غريب قوي. بس كل ده ملوش علاقه بالقضيه بالمناسبه يعني، وبرضو مش معناه ان سليم مجرم. ما هو ياما في مجرمين بيطلعوا فلوس لله، تجار مخدرات خارجين على القانون، قتله، فاتحين بيوت ناس غلابه كتير قوي بتبرعوا بفلوس لله كتير. ما هو سياده اللواء زي ما اتعلمنا مفيش شر مطلق ولا خير مطلق، يعني لا في حد بيعمل شر على طول ولا في حد بيعمل خير على طول. يعني مش معنى انه عمل كده مع البنت انه معذبش الواد لحد الواد ما مات في ايده. بس برضه مفيش حد قال انه تعمد يعذب الواد لحد ما يموته. يمكن الواد استفزه شويه، يمكن هو كان مزنوق في رشين والشيطان لعب في دماغه. يمكن ضغط على الواد شويه ضربه الواد مات في ايده. انت ايه رايك يا سياده اللواء؟ هقوم اعمل لك قهوة. سيبك من القهوة واسمعيني. وانت ابراهيم ركز معايا عشان تفهم اللي اقوله. معنى ان صلاح التوخي يروح بيتنا يبقى مركز في الموضوع وشايله على صدره. ده كان محروق جدا وهو بيتكلم مع طنط. مؤاخذة يعني يا سليم ايه؟ هو صلاح التوخي ده حطك في دماغه قوي كده ليه؟ هو في بينكم ضديات قبل كده؟ صلاح التوخي في الوزارة معروف عنه انه ظابط نظيف وجامد. مفيش قضية مرة يمسكها غير لما يجيب اخرها. بس انا عارف صلاح التوخي بيفكر فيه. صلاح التوخي خايف مني على سمعته، مش بس كظابط شاطر، كظابط شريف. يا فندم. يا وليد ايه الجديد؟ جديد ايه يا فندم؟ انا سايب سعادتك من 3 ساعات. كام ساعه دول ممكن يغيروا الدنيا. سليم ممكن يخرج من المحافظه دي يروح محافظه تانية، ساعتها يتوه مننا تماما. يا فندم هيخرج يروح فين وهو مصاب زي ما البت قالت؟ ما هو ده السؤال اللي لازم نلاقي الاجابه. تفتكر سليم ممكن يروح فين؟ صلاح التوخي همه الفتره اللي جايه ضايق الدنيا علينا، يعمل لنا كمان في كل حته في مصر، وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها. بس انا ما اعتقدش ان حد ممكن يجي في باله ان انت تبقى هنا. احنا خطوبتنا اتفسخت من زمان ومفيش حاجه تربطنا ببعض. قصدي يعني ده اللي باين للناس. عندك حق، انت صح، بس ده دلوقتي بس، لكن قدام شويه هيوصل لك. يعني هيوصل لك. عشان كده لازم نخلص من اي حاجه ليها علاقه بينا في البيت ده. احنا وزعنا صورهم على كل الكمائن يا فندم زي ما سعادتك امرت. مستحيل يا فندم، مستحيل يطلعوا بره القاهره وانا بعمل حصر لاصحابه وقرايبه واهله ومعارفه، وبالدور بالكتير يا فندم هيبقى الملف قدام سعادتك. تهيألي كده يا فندم يومين بالكتير وسليم يبقى في ايدينا. قريت ملف سليم الانصاري كويس يا وليد؟ اه يا فندم. اظنش انك قريته خالص، لأنك لو كنت قريت ملف سليم الأنصاري ما كنتش هتبقى مطمن قوي كده. سليم الأنصاري ما هوش مجرد ديلر عادي أو ضابط كرش واسع ومرتشي. سليم الأنصاري كان متفوق طول أيام دراسته، كان ممكن يدخل أي كلية من كليات القمة زي طب أو هندسة أو صيدلة، لكن اختار بنفسه إنه يدخل الشرطة. وطول أيام دراسته في الشرطة كان متفوق تماما، اشتغل في المباحث، في العمليات الخاصة،
وأثبت كفاءة عالية جدا في الرماية واقتحام الأوكار ومكافحة الإرهاب. سليم الأنصاري مش مجرد مجرم عادي سهل تقبض عليه زي ما انت متصور كده يا وليد. ارجع اقرا ملف سليم الأنصاري تاني يا وليد. فهمت يا فريدة؟ أي حاجة جه عليها دم امبارح حطيها في كيس أسود وارميها في صندوق زبالة بعيد عن البيت وبعيد عن الشغل، مفهوم؟ ماشي. وما ترمهمش كلهم في مكان واحد. خلي الصينية كلها بعيد عن بعض، وفي كل مكان ارمي حاجة. تمام. خلينا بقى في المهم. الموتوسيكل. واحنا خبيناه تحت يا باشا في المخزن بتاع الفيلم. ما ينفعش. صلاح الطوخي أهم حاجة دلوقتي هيدور عليها هي الموتوسيكل. لو لقاه هنا في البيت ده فريدة تروح في 60 داهية. طب وده هنعمل فيه إيه؟ الموتوسيكل ده وليد أول خيط هيوصلنا لسليم الأنصاري. أي نعم إحنا ما معناش نمرته، لكن معانا كل أوصافه من خلال البنت اللي كانت مخطوفة. لو جدعنته يا وليد وعرفتوا تجيبوا الولاد اللي كانوا خاطفين البنت هنعرف منهم نمرة الموتوسيكل. حاضر يا فندم، هجيب لك العيال دي النهارده يا فندم. ما نشوف يا سيدي. الموتوسيكل ده لازم يختفي. بس قبل ما نخلص منه لازم نشيل من عليه أي حاجة تربطنا بيه. دم بقى، بصمات، أي حاجة يعني. مفهوم؟ تمام. ماشي ماشي. طب بالنسبة للموتوسيكل يا باشا انت كده جيت في ملعبي بقى. ليه بتفهم في الميكانيكا؟ يا باشا اصل انا وانا صغير زمان كنت بشتغل ميكانيكا يعني مع واحد جارنا اسمه اللوست علي الحظ، فاللوست علي الحظ ده كان بيعمل دماغ كتيرة، ومرة الحظ خانه فراحت المكان هبة فيه، فأنا سبته ورحت اشتغلت في محل طعمية. أول ما دخلت المحل أم ناصر بقى جاية بتفتح الأنبوبة راحت ضربة. خلاص يا إبراهيم خلاص. فريدة أنت عندك هنا عدة؟ عندي أهو، فيه في العربية كمان. طب كويس. الموتوسيكل ده لازم يفكك مسمار مسمار ويتغسل كويس عشان ساعتها تقدري تعملي زي الحاجات التانية، ترمي كل حتة في مكان. تمام. ولا يهمك يا بنا، هخلي لك أكبر حتة في الموتوسيكل ده قد كده، بس ادوني حتة. ده الموتوسيكل. أنت بقى إبراهيم. أنا مالي يا بيه، هتفككني أنا كمان؟ أنا عارف أنت والجدع ومش خاين، بس أنا خلاص بعد اللي حصل ما بقتش أثق في حد حتى لو أبويا الله يرحمه. أنت هتفضل معايا، ولو فكرت تبعد عنا يا إبراهيم أنا هضربك بالنار. يا باشا هسيبك واروح فين يعني؟ انا كده كده غرز معاك يا سعاده الباشا، يعني هسيبك واروح اسلم نفسي للحكومه، ولو روحت بيتنا برضو الحكومه هتقبض عليا. الحكومه بتدور عليا من ناحيه، وحسن الضبع بيدور عليا من الناحيه الثانيه. حسن الضبع مين؟ ابقى احكي لك ابي بعدين، بس لما نخلص من اللي في ايدينا. وبعدين يا بنا هستفيد ايه يعني ان انا اغدر بيك؟ ماشي، بس لحد بقى ما نخلص من اللي احنا فيها تفضل معايا. صلاح الطوخي لو مسكك مش هسيبك غير لما تقول مكاني فين. انا عارفه ظابط غلس ومش هيحلك. اه طبعا احنا هنفضل مراقبين بيت الواد اللي معاه اللي اسمه ابراهيم السني، ولو اني متاكد انه مش هيظهر، لان سليم مش هيفرط بسهوله في الراجل الوحيد اللي عارف عنه كل حاجه. هو هيفضل مخليه معاه على طول يا فندم؟ يعني لو سمحت هات لي العده يا سفريد. من عينيا. حاضر. قول لك يا فريده، الباب اللي ورا مقفول؟ لا. طب روح انت، استنى ابراهيم هاجي معاك عشان نفك الموتوسيكل. تيجي معايا فين يا بيه؟ والجرح اللي في دراعك احسن يتفتح. ما تشغلش دماغك بدراعي، يلا. انا مقدر يا بيه، مقدر وعارف ان انت شاكك فيا. ما هو برضه اكيد بيدور في دماغك ان واحد زي ده رايح السجن، اكيد مجرم، هتطمن له ليه؟ كويس انت عارف ابراهيم ومقدر، بس لازم تعرف ان احنا الاثنين ساعدنا بعض في المصيبه اللي احنا فيها دي، واحنا الاثنين برضو خطر على بعض. لو حد فينا اتمسك هيودي التاني في 60 داهيه، وده مش حل تاني. يعني انا اللي عندي حل تاني يا بيه؟ ما تنساش ان سعادتك كنت رايح السجن انت كمان برضو، يعني ما كنتش رايح مارينا. انا مش عارف لحد دلوقتي هيودوا ضابط السجن ولا يكلبشوه ليه. ده الواحد بيخاف يهوب ناحيه الاسم يا بيه. اه والله لما ببقى رايح اعمل ورقه ولا اي حاجه في الاسم بحط ايدي على قلبي واقول يا رب انجدني. بس بصراحه يا بيه يعني انت غيرها. اي والله، وبعد موقف الجدعانه والشهامه اللي انت عملته مع البت الغلبانه دي، وكنت هتودي نفسك في داهيه وتضحي بنفسك، خلاك كبرت عندي قوي يا سليم بيه. والجدعانه يا بيه عند ولاد البلد ليها مقام كبير. تعال معايا يا بيه. اتفضل. اطلع بيه. ما تخلص يا بنت، بينك يا عدي ساعه بتصب القهوه. روح انت يا شطره، احنا هنصبها. جرايه يا حاج، مالك في ايه؟ ما تهدى شويه. محدش يقول لي ده حماد، انتوا محدش حاسبين اللي فيا.
ومحدش فيكم مورود زي ما انا مورود. حمبي عنده حق، احنا في السليم. وبعد كده اذا كان على زناتي قرشين هيسكتوه. يا عم زناتي مين؟ طب والظابط؟ الظابط ده ما يخوفش نمله، بالعكس ده هو اللي خايف ومرعوب. انت مش عارف الداخليه مقلوبه عليه ازاي. وبعدين يا حماد بيه، الراجل بتاعك طلع بينه وبين الظابط سليم طار، يعني ما بيخدمش لله في لله. مين؟ تقصد تميم؟ اه يا سيدي تميم. محضر التحريات اللي اتعمل على سليم بيقول ان هو اتنقل هنا بعد ما وقف عربيه صاحبك في كمين وضرب البادي جارد اللي معاه علقه لما فرط عظامه. يا راجل يا اخوانا، هيفيدني ايه الهادي ده في موضوعي؟ ازاي هيفيدنا في ايه يا لطفي؟ الراجل ده محسسنا وبيعمل لنا جميله. ما دام الطار واحد يبقى المصلحه واحده، مش كده ولا ايه يا سياده النايب؟ يا ابراهيم ايه الاخبار؟ كله تمام مية مية. فكيت لك الموتوسيكل يجي 25 حته وحطيته كله في شنطه العربيه. عن اذنكم هغسل اللي ده بالشحن. ما تقلقش بقى، كل حاجه بقت زي الفل. ربنا يستر ان شاء الله. معلش يا فريق تقلت عليكي، بس انت عارفه بقى انا ماليش غيرك. طب ما طبعا مالكش غيري. بقول لك ايه، انا هطلع اغير هدومي، عايزه اروح الشغل اخد اجازه وبعدين هعدي على مامتك. اجازتي ما ينفعش اجازه طبعا، مش عايزين اي حاجه غريبه اليومين دول تلفت النظر. ايوه يا سليم بس هسيبك. اسمعيني بقى، ما تتعبنيش بقى. حاضر. ويسلمي لي على امي وعلى سلمى وطمنيهم عليا. ماشي. على فكره ابراهيم ده جدع طيب وابن حلال، انت مش متخيل عمل معاك ايه، وكان بجد خايف عليك من قلبه. غيبان، ما فيش حد ليه امان في الدنيا دي اليومين دول. انا هروح اغير. بقول لك صحيح، معلش انا كنت احتاج منك خدمه. قول لي. عايز تليفون وخط، بس ما تقوليش باسم حد. انت عارفه ان كل الناس اللي حواليا متراقبين دلوقتي. هتعرفي؟ هعرف يا استاذه، انا مديره اكبر شركه موبايلات في مصر. مش هو ده بقى شغلي اللي ما كانش عاجبك؟ اهو نافعك اهو دلوقتي. والنبي ده وقته؟ اهو وقته. مبروك الافراج يا شبح. شوف بقى هتديني حقي نقدي ولا مزاج؟ على حقي يابا. تصدق يا صحتك جت على الحبس؟ ما تضحك يا ما تضحك، خدت افراج. يا سبحان الله، شفت بقى سليم بيه؟ طلع الحال من بعضه. حكايتك شبه حكايتي. شكلك مش مصدقني، رغم ان انا صدقت كل اللي حضرتك قلته لي. هو انت ليه يا سليم بيركب دماغك يعني، ومش قادر تنسى ان انت ضابط شرطه وان انا حته تمرجي غلبان يعني؟ ده انت حتى بيه ذقت الظلم، مش قادر تحس ان واحد غلبان زي ممكن يبقى مظلوم؟ ليه بتقول كده يا ابراهيم؟ يا باشا انا ما بقولش، سعادتك اللي باين عليك يعني ان انت شاكك فيا، شايف ان انا عيل حرامي سرق العهده بتاعته وبيكذب عشان يهرب ببلوته السودا، مش كده يا بيه؟ والله يا بيه ما بكذب عليك، واللي حكيته لك ده هو اللي حصل بالظبط. وبعدين يا سليم انا مش محتاج اكذب يعني عليك، بعد كل اللي حصل لنا ده هكذب عليك ليه؟ ده انت هربان زيي يعني، مش الظابط اللي بيحقق معايا واللي هيثبت عليا التهمه. ولعلمك بقى يا سليم بيه، والله انا قاعد معاك هنا بمزاجي، مش غصب عني، ولا هممني بقى الطبنجه اللي معاك ولا هببني اي حاجه. انا بس مش عايز اسيبك وانت عيان. بص يا سليم بيه، طيب يا بيه ماشي، انا هطلع يا بيه. ما تنساش بقى تبقى تاخد الدواء بتاعك المضاد الحيوي عشان الجرح يعني ما يلتهبش.
اصل اللي انا عملته لك ده مش سهل كده يتعمل يعني في صالون ولا في صاله عادي، ده كان محتاج مستشفى واوضه عمليات تعقيم. تنساش تاخد الدواء بيه، احنا اسمك انا هطلع اصلي وراح شويه. يعني انت يا فريده مطمنه عليه انه كويس؟ والله يا طنط كويس وزي الفل، وبيسلم عليكوا كمان. حبيبي يا سليم. الله يسلمك ويسلم. يبقى لازم اروح له اقنعه يرجع تاني. لا يا طنط، تروحي فين؟ البوليس مراقبك انت وسلمى، ولو اي حد فيكوا حاول يشوفه او يتصل بيه هتبقى فيه خطوره كبيره جدا على سليم. طب ما تتكلمي انت معايا فريده، هو بيقتنع حبيبتي بكلامك، لازم يرجع كده بيضيع حقه. حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش. ويطلعوا مين الولاد دول بقى سواليت؟ ملحقناش نمسك حد فيهم يا فندم. اه سعادتك عارف ان هما اتنين مجبرين اللي بيراقبوا بيت سليم، والعيال عملوا عملتهم وجريوا من هنا ورايح. تزود الحراسه على بيت سليم، محدش يهوب من امه او اخته، مفهوم؟ حاضر يا فندم. ومين كان في البيت وقت كل ده ما حصل؟ امه واخته. اه وفي واحده جارتهم من زمان اسمها فريده. فريده؟ هي مش فريده دي اللي كانت نازله من عندهم امبارح والمخبرين جابوا نمره عربيتها؟ اه يا فندم، وكانت موجوده في النيابه وقت ما سليم هرب. مين فريده دي بقى؟ وايه حكايتها بالظبط؟ والله هو ده اللي حصل، محدش جرى له اي حاجه، مفيش بس غير ان الشباك اتكسر، وانا ما مشيتش غير لما العيال دي مشيت من قدام البيت، ودلوقتي كمان بقى في حراسه. حراسه؟ أنا السبب في كل اللي بيحصل ده يا حبيبي. متحملش نفسك فوق طاقتك، وبعدين أنت في إيه ولا في إيه يعني؟ بقولك إيه، أنا جبتلك أنت وإبراهيم شوية لبس كده اللي عرفت أتصرف فيه وأحطه في شنطة إيدي. ما تزعلش نفسك بقى يا سليم عشان خاطري. اخلص يا علي. احنا اسفين يا فندم على اللي حصل ده كله، بس على فكرة سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده. ليه يا صلاح بيه؟ سليم هو اللي أجر شوية بلطجية عشان يجي وتهجموا علينا هنا في البيت؟ أنا مقدر موقفك يا أنسة سلمى، بس ما تنسيش إن سليم هو اللي حطيني وحطكم وحط الداخلية كلها في الموقف السيء جدا ده. انتوا عارفين دلوقتي البلد ما بقتش زي زمان. حصل خير يا صلاح بيه، بس بكرة الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا، واولهم حضرتك. بس انا ليه عتاب عندك؟ عندنا؟ ايوه، بدل ما انت حاطط لنا مخبرين عشان يراقبوني انا وبنتي ويراقبوا اللي داخل واللي خارج، كان الاولى بحضرتك انك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الاوباش دول. انا اسف، ووعدك ان ده مش هيتكرر تاني. انا هي مين فريدة اللي كانت موجودة وقت الحادثة؟ دي زميلة بنتي وصاحبتها من زمان، كانت خطيبة سليم. طب ما انت عارف كل حاجة، لازمتها ايه بقى الأسئلة؟ لا بس مندهش بس ان هم كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبة، ومع ذلك هي كانت مصرة انها تبقى متواجدة معاكم دايما، لدرجة انها كانت موجودة معاكم في النيابة. ما هو الود ملوش دعوه بالنصيب، ولا حضرتك عايز تحاكمها بحكم انها بتصون العشره؟ ربنا دايما معروف. على فكره لو سليم اتصل بيكي بلغيني اللي بيعمله ده كله مش هيجيب نتيجه، وانا اسف على الازعاج. سلام عليكم. ماما انا لازم اكلم فريده تنبه سليم، الراجل ده شكله مش سهل ابدا. هو هتعملي كده؟ انت ما سمعتيش فريده لما قالت ان اخوكي بيقول لها انهم مراقبين التليفونات؟ امال هنعمل ايه ماما؟ نفضل قاعدين كده؟ بقول لك ايه، بكره تروحي لها الشغل اكنك بتزوريها عادي،
وفهميها كل اللي حصل بالظبط. حاضر. ربنا يستر. ربنا يستر. هعرض لكم فيديوهات اللي صورها بعض اهالي المنطقه. استنونا بعد الفاصل. على النعمه ده انت دماغك اساسا زي ابوك. يا ابني انت صعبان عليك تفرح. مصيبه والحمد لله انزاحت، عايز ايه تاني؟ مصيبه وانزاحت؟ ما هو انت هتشغل بالك ليه؟ انت عيل بارد اصلا. لعلمك بقى دي اول مره في حياتي اتفق انا ولطفي ابو المجد في حاجه. الحوار ده مش هيعدي بالسهل يا شادي. طب خد. خد ولع دي هتلاقي الحوار عدى على طول. لا يا شيخ. الله يخرب بيت سنين. اهدى بقى شويه. ابوك ولا ايه؟ لا دي مراتي. الو. ايوه. لا لا جاي دلوقتي. حاضر هكلمك اول ما انزل العربيه. انجي. انا بحبك. ايه ابو ورده اترفع وشكلك هتتلسوع؟ ها لا لا يا عم ده حماية وحماتي في البيت ولازم اروح لاتخذ مخالفه. علاء الطلاق يا تامر انت عيل برنس. لا جواز ولا وجع قلب. اه طبعا وانا عبيط عشان اعمل في نفسي كده. الجواز قال لو اني والله يا ابني بحس ان انجي مراتك دي غلبانه وطيبه. في ست طيبه مع جوزها يا صاحبي. خلي بالك على نفسك. سلام. سلام يا عم. وانت مالك يا حماد؟ اعرفه من قبل كده ولا لا؟ انت كان ليك مصلحه واتقضت وخلاص. ايه اللي يهمك؟ ربنا يخليك لينا يا باشا وما يحرمناش من عاطفك ابدا. انا بس قلت يعني طالما المصلحه واحده يبقى نحط ايدينا في ايدين بعض. انسى حماد. انا مش عايز اظهر في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد. يا باشا سعادتك مش هتبان في الصوره. كلنا طالبه منك انك تشور عليا بالنصيحه. انت عارف نصيحتك بتفرق معايا كتير قوي. كفاره يا ريس. كفاره دي تقولها لنفسك قد وانت خارج من اداب. انما انا بخارج معلم على الحكومه. فاهم يا بغلي؟ فاهم يا ريس. صح صح كده. ماشي. وخد لقم دي. ماشي. الله يرحمك يا ندى. الله يرحمك يا عسليه. قطعت بيا يا بت والله. قطعت بيا يا وربنا قطع الدنيا كلنا يا معلم. بقول لك ايه؟ ما عرفتش الحوار اللي عمله سليم الانصاري في النيابه؟ حوار ايه؟ قالوا ده هو عمل حوار كبير وكان عايز يلبس القضيه كلها لطفي بن مجد وابنه. لطفي بن مجد وابنه؟ اه. لا يا اسطى استنى بقى الحجر يشتغل كده ورسينا على الحوار من اوله. امال ابراهيم فين؟ انا مش شايفاه يعني. مقموص يا ستي. العشاء واخده قوي. عايزني اعمله زي اخويا ومتربي معايا وبتاع، مش عارف اعمل له ايه يعني. ما هو بصراحه يا سليم الراجل متثبت من ساعه ما عرف ان انت ظابط. حاول يعني بالراحه عليه شويه. براحتي هي ناقصه محن. انا مش ناقصه في اللي مكفيني. مين اللي جاي دلوقتي؟ ده اكيد الدراي كلين. الدراي كليني في الوقت ده؟ هو متعود يجي متاخر ما تقلقش. طب بقول لك ايه؟ افتحي له وانا هطلع فوق، مهما كان مين ما تدخلوش يخشوا جوه. ماشي. مساء الخير.